وإلى تفاصيل هذه النشرة، حيث نفر حجاج بيت الله الحرام بعد مغيب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم من أركان الحج بالوقوف على صعيد عرفة. ويمضي حجاج بيت الله الحرام قسما من الليل في مشعر مزدلفة قبل العودة مجددا إلى منى، حيث يقومون يوم عيد الأضحى برمي الجمرة الكبرى، ومن ثم يحتفلون بالعيد ويؤدون طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة. وكان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ ألقى خطبة عرفة، وأكد فيها أن الدين الإسلامي دين كمال وشمول، جاء بما يهدي الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم وعبادتهم ومعاملاتهم وكل شؤون حياتهم، ونهجا متكاملا بمبادئ راقية وأخلاق عالية. هذا وقد توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمر اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بسنة النبي عفوا، والاستماع لخطبة عرفة. وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية لتنظيم القوافل حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم. نشرت مديرية التوجيه المعنوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم شريط فيديو تحت عنوان كنوز عجلون بين الحقيقة والخيال، يوضح فيه عملية إزالة أجهزة تنصت إسرائيلية من موقع خربة هرقلة في عجلون، وذلك بعد أيام من المؤتمر الصحفي لرئيس الأركان الفريق أول مشعل الزبن ورئيس الوزراء عبد الله نسور اللذين أوضحا فيه ذلك. وكانت إشاعات ترددت وتناقلتها بعض المواقع إخبارية حول استخراج كنوز وذهب من هذا الموقع في عجلون، وهو ما نفته الجهات الرسمية في المؤتمر الصحفي. اشتكى بعض التجار في مدينة الرمثة من ركود الحركة التجارية قبيل عيد الأضحى المبارك بالرغم من التواجد الكثيف للاجئين السوريين في المدينة، وعبر التجار لرؤية عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها المواطن الأردني، والتي تؤثر بشكل سلبي على الحركة الشرائية بل وتضعفها. وعزى بعض التجار أسباب ركود الحركة التجارية قبيل عيد الأضحى إلى تزامنها مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات. شهدت أسواق محافظة الكرك ركودا في الحركة التجارية عشية عيد الأضحى المبارك وإقبالا محدودا من قبل المواطنين. وعبر التجار لرؤيا عن استيائهم جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني، والتي أثرت بشكل مباشر على إقبالهم على الأسواق في الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك. وعزى بعض التجار حالة الركود إلى الحالة السياسية التي تشهدها المنطقة وتوتر الأوضاع في سوريا والعراق. السوق هدوء كثير بسبب الحكومة، تصريحات الحكومة انه عندنا حالة حرب قصوى، يعني متأهيبين للحرب، فالمواطن ما ينزل على الشارع، وشوفت عينك يعني ما في مواطنين ولا في تجارة في الكرك كاملة. الأسعار بشكل عام يعني خلينا نحكي انه مناسبة للجميع، يعني من ناحية الألبسة حركة السوق سيدي، من لما دخلنا في الحلف ودولة الرئيس بروح بصرح لنا بقول نحن في حالة حرب، بطلنا نشوف بشر في السوق. وفي الطفيلة اشتكى أهالي المحافظة من انتشار حظائر بيع الأغنام داخل المدينة وعلى أطراف الشوارع الرئيسية وبين الأحياء السكنية. وأشار الأهالي إلى أن انتشار حظائر بيع أضاحي العيد بين الأحياء السكنية يتسبب بمكاره صحية في المدينة وانتشار الروائح الكريهة. وأكد السكان أن بعض هذه الحظائر تفتقر إلى الرقابة من قبل الجهات المسؤولة ولا تراعي شروط السلامة الصحية، الأمر الذي شكل ظاهرة غير حضارية نتيجة انبعاث الروائح الكريهة والحشرات والقوارض والذباب، مطالبين بعدم ذبح الأضاحي في الحظائر. بالنسبة للحظائر اللي في الأسواق بالذات يعني شوه المنظر السوق وشوه أزمي وروائح كريهة، يعني منظر حتى البلدية احنا رحنا اشتكينا إلها ما استفدنا منها أي شيء. يا سيدي بالنسبة لموضوع الحظائر يعني تعني فرحة الناس في العيد الأضحى، والأسعار بتكون مناسبة في متناول الجميع،
والواحد بيتحملها اليومين ثلاثة ما في مشكلة. افتتح وزير السياحة والأثار وزير العمل نضال القطامين اليوم مشروع المدينة المتحف ومهرجان السلط الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة إعمار السلط وبلدية المدينة. وقال القطامين لرؤيا إن الهدف الرئيسي من هذه الفعالية هو زيادة عدد السياح وتعريفهم بالأماكن السياحية في المدينة، مضيفا أن وزارة السياحة حددت مسارات سياحية تمكن السائح من زيارتها سيرا على الأقدام، ووضعت في تلك المسارات محطات تشغيل بهدف دعم المنتجات المحلية في المدينة. وتهدف هذه الفعاليات إلى وضع المواقع التراثية والأثرية في مدينة السلط على صورة متحف مفتوح، والتي بدأت بجولة قام بها الوزير ورئيس بلدية هاجي اليابانية كوجي نومورا في وسط المدينة، مرورا بالسوق الحرفي ومتحف السلط التاريخي ومتجر العلامة التجارية، وصولا إلى البيوت القديمة التي تشتهر بها مدينة السلط. المشروع هذا بالنسبة لوزارة السياحة ووزارة العمل عمل مشترك يؤدي إلى استخراج ما هو موجود من مواقع أثرية تراثية تقليدية في مدينة السلط ووضعها على صورة متحف مفتوح، وحددنا هذه المسارات ووضعنا محطات تشغيل في هذه المسارات، ونعتقد أنه هذا طبعا ينتج عنه تشغيل عدد إن شاء الله لا بأس به من الطاقات الموجودة في مدينة السلط. الهدف الأساسي طبعا هو زيادة عدد السواح الراجلين إلى المواقع المختلفة في مدينة السلط، وبعد ذلك سيتم النظر في كيفية تشغيل هذه المحطات وصولا إلى يعني تخفيف من نسب البطالة وطبعا ترويجا للمواقع السياحية الموجودة. وبمناسبة أسبوع التحرك البيئي العالمي، نظمت مبادرة مع النصل مسيرة للمطالبة بتوفير وسائل مواصلات مستدامة يمكن الاعتماد عليها وبيئة أنقى من منظور وضعية المواصلات الخالية في الأردن. وطالبت المسيرة التي انطلقت من مجمع رغدان وصولا إلى الساحة الهاشمية بنظام نقل عام منظم وعادل في المملكة، حيث تم جمع تواقيع المواطنين على عريضة لمطالبة أمانة عمان بتحسينات فورية على نظام النقل القائم في عمان والإفصاح عن خطة الأمانة للنقل العام فيها. وكانت منصة تقدم أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة مع النصل بدعم من مجموعة مؤسسات مجتمع مدني لمطالبة الحكومة والبلديات وأمانة عمان بتوفير نظام للنقل العام. احنا في مبادرة مع النصل هدفنا واضح، هو هدف ومطلب شعبي، بدنا قطاع مواصلات منظم وآمن وصحي وبيئي ونظيف وقائمة من المطالب شوي طويلة. طلعنا اليوم بمسيرة باتجاه أمانة عمان لنحكي مع معالي الأمين ونقدم له العريضة اللي لها عم تتقدم بوقت موجودة على يعني على الانترنت، ووقعنا كمان جزء منها بالشوارع وبالجامعات. استقبلنا كثير منيح وان شاء الله راح نكمل، ما راح نوقف لهون، راح نضلنا مستمرين عبين لنوصل لنتائج أولية وان شاء الله نحقق الأهداف الكبيرة. نظمت رعية كنيسة الروم الأرثوذكس سلسلة بشرية اليوم حول دير السيدة العذراء في دبين عقب قداس كبير تعبيرا عن رفضهم لقرار البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث بنقل الأرشمندريت خريستوفورس عطلة تعسفيا خارج الأردن وإبعاده عن ديره ورعيته. وأعرب المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الشباب العربي الأرثوذكسي عن استيائهم مما قام به البطريرك، مضيفين أنهم متمسكون بالأب عطلة الذي أصبح رمزا للنهضة والإصلاح في الكنيسة، ومشددين على رفضهم لقرار الإبعاد. وقال المشاركين الذين جاءوا من مختلف محافظات المملكة إن هذا الإجراء الذي قام به البطريرك يأتي ضمن سلسلة إجراءات تعسفية يقوم بها لتهميش الرعية العربية في الأردن وفلسطين وإبعادها عن حقها بالمشاركة بإدارة كنيستها. بمجرد ما
صدر قرار من البطرك ثيوفيلوس اليوناني بانه بنفي وابعاد ابونا خريستوفروس حنا عطله من الاردن للقدس، هل هذا يعني انه وصارت الحكومه بدها تنفذ هذا القرار بطريقه عمليه بسرعه؟ ونحن عم نستغرب انه معقول قرار بهذا القانون بهذا الحجم ما تنفذ من هاي الاعوام كليتها، وهلا هذا القرار خلال الفتره هاي القليله بده يتنفذ بسرعه. وكما ان الحكومه تتغنى بحمايه المسيحيين في المشرق وانهم مكون اصيل من هذا المجتمع العربي، نتمنى منها ان تسمع لصراخ ابنائها وان تحارب الفساد اينما كان ولاي جهه كانت. توفي شخصان في مشاجرة عشائرية عقب صلاة الجمعة اليوم في بلدة فقوع بمحافظة الكرك، وفق ما ذكره متصرف لواء فقوع رسمي القيسي. وأفاد مراسلنا في المحافظة أنه تم نقل المتوفيين إلى مستشفى الكرك الحكومي لتحويلهما إلى مركز الطب الشرعي في الجنوب، فيما اتخذت قوات الدرك والأجهزة الأمنية الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون حدوث تداعيات على خلفية المشاجرة. وننتقل الآن إلى الأخبار العربية، حيث شن تنظيم داعش هجوما على مدينة عين العرب كوباني السورية بالأسلحة الثقيلة سعيا إلى السيطرة عليها عقب سيطرته على قرى في محيطها، ما أدى إلى تصاعد وتيرة الاشتباكات بين مقاتلي التنظيم والفصائل الكردية التي تحاول منعه من التقدم والتي احتدمت في الأحياء الشرقية للمدينة. يأتي هذا فيما يتواصل تدفق الأكراد السوريين إلى تركيا بعد أن فقدوا الأمل من تراجع تنظيم داعش عن قراهم التي اقتحمها واستمرار الاشتباكات بينه وبين المجموعات الكردية في محيط المدينة. قتل 20 عنصرا من تنظيم داعش بقصف للطيران الحرب العراقي على مواقع كانوا يتمركزون فيها بقضاء هيت بمحافظة الأنبار. وقال قائد عمليات محافظة الأنبار الفريق رشيد فليح إن الطيران الحربي التابع للجيش العراقي قصف 4 منازل كان يتمركز فيها عناصر من داعش في حي المعلمين وسط قضاء هيت، ما أسفر عن مقتل 20 عنصرا منهم وتدمير عربتين يملكها التنظيم مثبت عليهما رشاشات ثقيلة. وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أعلن في وقت سابق اليوم أن معظم مساحة قضاء هيت بيد القوات الحكومية المدعومة من قبل عشائر المنطقة. من جهة أخرى، نفذ الجيش العراقي عملية أمنية واسعة بمساندة الطيران الحرب العراقي في منطقة ذراع دجلة شرق ناحية الكرمة، استطاعت خلالها فك الحصار عن 300 عسكري محاصرين منذ نحو أسبوع من قبل داعش. تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون باستمرار حكومته بالبناء الاستيطاني في القدس الشرقية رغم الانتقادات الدولية بشأن ذلك. وقال يعلون في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية والموحدة، وإنهم سيواصلون بناء وتطوير المدينة بدون اعتذار. وكانت العديد من الدول العربية والغربية بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر أدانت قرار الحكومة الإسرائيلية إعطاء الضوء الأخضر لبناء 2610 وحدات استيطانية في مستوطنة جفعات هامتوس على أراضي بلدة بيت صفافة الفلسطينية جنوب القدس الشرقية، ووضع جماعات استيطانية إسرائيلية اليد على 22 شقة سكنية فلسطينية في بلدة سلوان قبل أيام. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ما يشبه الحصار العسكري الشامل على مدينة القدس وبلدتها القديمة وأحيائها عشية عيد الأضحى المبارك، وذلك بذريعة تأمين وصول المستوطنين لباحة حائط البراق الملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك للاحتفال بما يسمونه بعيد الغفران اليهودي. وأفادت مراسلتنا في المدينة المقدسة أن سلطات الاحتلال قامت بإغلاق العديد من الشوارع والطرقات وسط البلدة القديمة وبعض الأحياء المقدسية، لا سيما في بلدة سلوان جنوب
الأقصى والعيسوية وسط المدينة، مشيرة إلى أن الإغلاق سيستمر حتى يوم السبت الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت مراسلتنا إن إجراءات الاحتلال حرمت آلاف المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في رحابه. شهدت أسواق نابلس كما في الضفة الغربية إقبالا جيدا في وقفة العيد استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، لكن ورغم الفرحة بحلول العيد المبارك إلا أن شهداء العدوان الأخير على غزة والدم الفلسطيني لم يغب عن ذاكرة الناس هناك. أجواء العيد في نابلس تحديدا في التقرير التالي. انتعشت الأسواق النابلسية وبدأت مظاهر العيد برائحة الحلويات وبهجة الأطفال بألعاب العيد الخاصة بهم تزين شوارع نابلس، فمنهم من خرج ليشتري ملابس يتباهى ويعيد بها أمام أصدقائه وأقربائه، ومنهم من يتسوق لحاجيات الكعك والمعمول. شايفة الأجواء كثير مرتبة بالعيد والناس مبسوطة، أول اليوم العيد بروحوا طبعا زلامنا عند صلة الرحم أهم إشي يعني، وطبعا بيجوا بتغدوا ومنروح برضو إحنا النسوان بعد العصر كمان نزور الأهل كمان. قبل أسبوع العيد بصير في حركة وفي شغل وفيها كثير ناس، بتصير البلد تنتلي من كثر الناس، بصير أزمة كثير. بالأيام العياد بضلهم للساعة 12 بالليل، يعني بزيد له حوالي يعني بتحسب اليوم بيومين مثلا الشغل. حالة المواطنين العامة في نابلس ككل مناطق الضفة الغربية يستكثرون على حد تعبيرهم، يستكثرون على أنفسهم الفرحة في العيد لأجل الدم الذي نزف كثيرا في حرب غزة، ويشعرون بغصة ضيق على ما تعيشه فلسطين من أوضاع سياسية مضطربة، لكن شعار الفلسطيني وتستمر الحياة، لما لا نفرح قليلا فقد حزننا كثيرا. بتمنى أول أي شيء إنه الإفراج عن الأسرى، وهذا العيد بالذات والعيد اللي مر أكيد بيختلف عن كل الأعياد بمناسبة اللي صار بغزة، فما بنتمنى من رب العالمين إنه الاحتلال يزول. شكرا. يعني العيد الجاي إن شاء الله يكون الأقصى بخير، القدس بخير، فلسطين كلها بخير. ندعو الله أن يكون في العون وأن تستمر أمور المصالحة، لأن ننعم في هدوء البال وألا تكون هناك أي نوع من أنواع المخاصمة. مع أهلهم في قطاع غزة، مع أم الشهيد وأم الأسير، عيدهم بأمنيات أن يأتي العيد القادم وفلسطين سعيدة، ومع ذلك يصنعون العيد من تحت أنقاض الاحتلال ليقولوا له نحن نحب العيد ما استطعنا إليه سبيلا. من مدينة نابلس، زينة صندوق، رؤيا. أهلا بكم من جديد، ونعود إلى الشأن الفلسطيني، حيث يستعد أهالي قطاع غزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك باستكمال شعائره الدينية ومحاولة الخروج من حالة الحزن، خاصة بعد فقدان العديد من الأهالي لذويهم وأبنائهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والذي ارتقى خلاله ما يزيد عن 2000 شهيد، إضافة إلى نزوح الآلاف من منازلهم. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلتنا من قطاع غزة منى عوكل. سنة الحياة أن يتجاوز الإنسان مآسيه بحثا عن واقع أفضل وتماشيا مع أحداث تسري بشكل طبيعي. ومع حلول عيد الأضحى المبارك كالعادة يستعد الغزيون لاستقباله باستكمال شعائره الدينية ومحاولة الخروج من حالة الحزن العامة. الشعب الفلسطيني يحيي العيد بعد حرب قدم خلالها كثير من المعاناة، أكثر من 2000 شهيد وألاف الجرحى، عدد كبير من ألاف المهجرين من منازلهم بفعل عدوان الإسرائيلي الهمجي، ولكن برغم من ذلك الشعب الفلسطيني يرسم رسالة للحياة ورسالة للأمل في مستقبل كله حرية واستقلال إن شاء الله. أجواء العيد الفترة هذه حتكون صعبة على الناس بحكم الظروف اللي مرت فيها البلد خلال 51 يوم اللي فاتوا، وإن شاء الله يكون عيد مبارك على الجميع. الأسواق بدأت تستقبل الزائرين على استحياء ممن قرروا أن يفرحوا أطفالهم إذهاباً للهم ومحاولة لفتح صفحة جديدة
يمسحون معها ذكريات العدوان الأليم بما استطاعوا من إمكانيات في ظل استمرار الحصار وكثرة العائلات المكلومة. والله ما في عيد وكل يوم عندنا شهيد، والله يعني العيد هذاك 2000 شهيد، ونيجي نفرح في العيد هذا نقول لك الفرحة الكاملة، لا ما فيش فرحة، بس الفرحة سبحان الله بنفرح في قلوبنا، علشان بس بنعرف احنا متأكدين انه ثقتنا بالله كبيرة انه شهدانا بالجنة. سيكون هناك حزن مخيم طبعا، مع ذلك نأمل أن تكون هناك ابتسامة ولو خفيفة ترسم على شفاه الناس حتى يستمتعوا بهذا العيد، مع تقديرنا واحترامنا لحزنهم على فقد منزلهم أو أحبابهم. ومع اختلاف الوقائع يؤكد التجار بأن هذا الموسم يشهد خللا واضحا لا يسهل معه الحديث عن عيد فرح لا يعزيهم فيه سوى توارد الأخبار الجدية بخصوص اتفاق التمكين حول المصالحة الفلسطينية وخوض القيادة غمار معركة دبلوماسية لإنهاء الاحتلال والحذو بهم نحو واقع أفضل. مشاعر مختلطة لم تبقي أمام الغزيين سوى خيار استقبال عيد الأضحى بالمزيد من الصمود، هذه المرة صمود في وجه الواقع المرير. منى عوك، القناة رؤيا، غزة، فلسطين. وعودة إلى الأخبار المحلية، حيث نفذ ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي عقب صلاة الجمعة اليوم وقفة احتجاجية في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب، وذلك احتجاجا على التدخل في الحرب ضد تنظيم داعش والمشاركة في التحالف الدولي، مشيرين إلى أن داعش لم يهدد الأردن على حد تعبيرهم. وندد المشاركون بسياسات الحكومة في التعامل مع القضايا الراهنة، مشيرين إلى أن قصة ذهب عجلون كشفت تخبط الحكومة في تعاملها مع هذا الأمر على حد وصفهم. وفي الطفيلة، نظم حراك أحرار الطفيلة مسيرة انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام مسجد المدينة الكبير وحتى مبنى دار المحافظة، شارك فيها العشرات من النشطاء والحزبيين ومنتسبي الحركة الإسلامية. وجاءت المسيرة تحت عنوان كفاكم كذبا واستهانة في عقول الناس، ردد فيها المشاركون هتافات طالبت بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، منتقدين السياسات الحكومية في التعامل مع ما يجري من أحداث في الساحة الأردنية والدولية. نظم ملتقى مواسم الثقافي بالتعاون مع جمعية المحراب ومديريتي الثقافة والشباب في لواء المزار الجنوبي ندوة حوارية ثقافية بعنوان الكرك وبيت المقدس شقيقتا الروح والأرض. وقال محافظ الكرك عبد الكريم الرواشفي خلال افتتاحه الندوة، قال إن الأردنيين يستذكرون في هذا اليوم تضحيات الهاشميين واستشهاد الملك المؤسس عبد الله الأول دفاعا عن فلسطين ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومواصلة الهاشميين دورهم في حماية القدس من الاعتداءات الآثمة التي تتعرض لها. وأكد عدد من الحضور في مداخلاتهم أن فلسطين عربية والقدس عاصمتها الأبدية، مشيدين بالدور الهاشمي الذي يقوده جلالة الملك في الدفاع عن فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. من زيت الفداء دائما خروجا عن النص في سنة 1900. مناسبة طيبة أن يعاد إحياء القدس حضورا وتمثلا بالمعاني الدينية الجامعة للإنسانية، ولذلك جاء احتفال هذا اليوم للتأكيد مجددا على أننا توأم القدس ومستمرون من هذه البقعة العزيزة من أردن الحبيب على العهد، على الدعم، على التواصل، وتعميقا لرسالة الإنسانية جمعاء. والعلاقة هي علاقة مشتركية تاريخية، والعلاقة أيضا في الكرك هي علاقة العيش المشترك، والألم الواحد والوجع الواحد والفرح الواحد، كلنا من بعضنا البعض يعني. أقام اتحاد طلبة جامعة مؤتة حملة لتبادل الكتب تحت شعار فيد واستفيد، استمرت على مدار 3 أيام، وتبادل الطلبة خلال الحملة ما يقدر ب300 كتاب كل يوم في مختلف التخصصات. وهدفت هذه الحملة إلى توفير الكتب التي يحتاجها الطالب عن طريق عملية التبادل لتخفيف العبء على الطلبة فيما يتعلق باحتياجاتهم ومتطلباتهم في الجامعة.
يهدف النشاط إلى تزويد الطالب الجامعي بكتابه الجامعي بشكل ميسر وبسيط. نقوم باستقبال الطلب الكتاب من الطالب وتزويده بالكتاب المطلوب. تمت الحملة بحمد الله رب عز وجل في ثلاث أيام في ثمان مواقع اللي هي ثمان كليات مختلفة في مختلف التخصصات. بتشكر كثير اتحاد الطلبة لأني استفدت منهم كثير بتبديل الكتب واخذت خطة الجامعة وكثير أرشدوني على كثير شغلات، فبتشكرهم وإن شاء الله التقدم للأمام أحسن وأحسن إن شاء الله يا رب. رصدت كاميرا رؤية تصاعد كميات كبيرة من الدخان من أحد المولات غرب عمان، وقال مصدر أمني لرؤية إن عمال أحد المطاعم في المركز التجاري نسوا زيت الطبخ على النار المشتعلة، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف منه، مضيفا أن كوادر الدفاع المدني قامت بالتعامل مع الحادث دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. في خبر من نوع آخر، وجدت كميات كبيرة من دمى الخراف المصنعة في الصين رواجا كبيرا في الأسواق المصرية، حيث اتخذتها بعض العائلات المصرية سبيلا لإدخال قليل من البهجة والسرور على أطفالها في ظل انعدام قدرتها المادية على شراء الأضاحي. للمزيد من التفاصيل في التقرير التالي. كميات هائلة من دمى الخراف المصنعة في الصين غزت الأسواق المصرية، حيث وجدت هناك إقبالا هائلا من قبل بعض العائلات التي اتخذت منها زينة لبيوتها من جهة، وإشباعا لرغبات أطفالها الباحثين عن فرحة غائبة في أضحية لم تستطع العائلة توفيرها من جهة أخرى. فإقبال المصريين على هذه الدمى جاء في ظل عدم قدرة كثير منهم على شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها، كما هو الحال كل عام، حيث وصل سعر الأضحية من الخراف إلى 2000 جنيه مصري، في حين سجل سعر الأضاحي من الأبقار والعجول نحو 15000 جنيه. إقبال كبير إذن من بعض المصريين على هذه الدمى وغيرها من الألعاب التي تجسد ولو بشكل رمزي عيد الأضحى، إقبال يعزوه علماء اجتماع إلى حرص المصريين الشديد على الاحتفال بمختلف المناسبات والأعياد لإدخال ما تيسر لقلوبهم من الفرحة والبهجة. إذن نادين ننتقل من دمى الخراف المصرية إلى أبرز ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. العديد يتحدث نادين عن هذا الفيديو. نعم. الذي تداولته هذه المواقع، وهو فيديو لجلالة الملك يظهر فيه وهو يقوم برحلة جوية مع أطفال مصابين بالسرطان وتلبية لرغبتهم طبعا ظهر الثلاثاء. جلالة الملك قاد الطائرة بنفسه واصطحب مجموعة من الأطفال المصابين بالسرطان على متن طائرة عمودية على ثلاث جولات. العديد من التغريدات جاءت إن كان على الفيسبوك أو على تويتر. مدير عام مركز الحسين للسرطان سمو الأميرة دينا مرعد غردت عبر تويتر قائلة: تمنى ثلاثة من أطفال مركزنا لقاء جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وقام جلالته بتحقيق هذه الأمنية. من ضمن التعليقات أيضا تعليق للطالبة رودانا القريوتي، والتي علقت على هذا الفيديو بالقول: أدامه الله ذخرا للوطن. وبالمقابل أم عبد الله علقت قائلة: الحمد لله أن هناك من يستمع لمطالب هؤلاء الأطفال المرضى، شكرا لمركز الحسين على الجهود الجبارة، والشكر الأول لسيدنا الله يخليه. إذن كانت هذه أبرز التعليقات والتغريدات على هذا الفيديو الذي نشر عبر موقع الديوان الملكي لجلالة الملك، وننتقل منها إلى أبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم من أركان الحج بالوقوف على صعيد عرفة. مديرية التوجيه المعنوي تنشر فيديو لعملية إزالة أجهزة تنصت إسرائيلية من موقع خربة هرقل في عجلون. ركود الحركة التجارية في بعض محافظات المملكة قبيل عيد الأضحى المبارك.
داعش يشن هجوما على مدينة عين العرب بالأسلحة الثقيلة ومقتل 20 عنصرا من التنظيم لقصف للطيران العراقي في الأنبار. وفي ملف الأسبوع نقلنا لكم أجواء عشية عيد الأضحى المبارك من وسط البلد في عمان.